أمريكي على الفلوجة، قصف بيتي ب 11 قذيفة. اي من انضربنا يعني طبعا ما يعني ما اعرف بنفسي وين اتجه على الاطفال، يعني شفت الغرفة مال الاطفال دخلت لها لقيت عبد الحكيم خلاته بحضني وصار اللي صار. يعني كانت سيارة بيكم كية موجودة خلناها على الدوشق وعبد الحكيم خلاته بحضني يعني وطلعنا المستشفى. كان المستشفى يعني وصوله صعب، مو مستشفى هو رعاية يعني. مليون ماكو اتصال ولا حد يقدر يطلع ولا حد. أجروا العمليات، كان واحد من جيراننا هم مصاب البغداد، يعني راد لهم عمليات ولازم تجري. ما قدرت أطلعهم وظلت أتألم إلى فترة قوية، يعني أنا بقيت يوم زوجتي دزيت الجو شافوا بيبي سمحوا له بالدخول وخذوه نقلوه بطيارة إلى مستشفى عبد الحكيم. لقيتها نفس الوضعية اللي شفتها ضايع عينه ورمانة، فقال لي هسه راح أدخله عمليات أشيل عينه وصحته زينة بعد كل شيء ما مسوي له. فقمت أبكي، الدكتور يسأل يقول شو بيه هذا، قال لهم يبكي على ابنه نفس ال 12 يوم مخدر. يعني شوف عبد الحكيم الشافعي، انت شنو يعني